السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا بصحة جيدة. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانية؟ لو الحاقدات العبديات اليوم راه جايينكم بالحداقة ديالهم، وان شاء الله غادي نديرو حنا البارك ديالنا ونديرو عيدنا ونشاركو معاكم ونديرو حلو، نديرو داكشي اللي كطب الله، داكشي اللي كطب الله واللي قدينا عليه واللي كاين في الوجود، اللي نعرفوا ليه واللي كاين في المستطاع. وهاد الحلوه ان شاء الله اللي غادي نشاركوها معكم اليوم راه معروفه وعند الجميع، ولكن شوف اليوم ان شاء الله غادي تكون بنكهه ديال الخواتات وبالضحك والنشاط. بنكهه ديال الخواتات عندها معروفه عند الجميع، وحنايا تكون ديالنا خاصه بينا، هذه ديالنا خاصه. يلا قدمي اخوتي الحنه كيصبح تبارك الله، ها انتم الله يعمر ربي يحن عليكم. هذا كلهم ان شاء الله راهم عواشر وهذا تا هما ان شاء الله احنا مقدمينهم بمناسبه العواشر العيد ان شاء الله، والحنه راهي حلينا ودرنا الحمد لله الباروك. اييه وسميتو هاد الحلوه راه معروفه ولكن بطريقه خواتات، وغادي ندير لكم واحد الحلوه اخرى ثاني خاصه باسمي. انتظروا ان شاء الله الفيديو تال الاخر وغادي تشوفوا كلشي، غادي نديروا هاد الحليوه هاد الحلوه ونديروا حلوه اخرى اللي خاصه بناس اسفي وراه كتجي يا سلام. اش ديري دابا؟ لكم الوليدات اش ديري؟ ديري لهم يا ربي ديري لهم هاد الحلوه. لا غادي نشاركها معاهم. يلا ندير نشاركها معاهم ان شاء الله. بسم الله نبداو. هاد الحلوه هي حلوه ان شاء الله حلوه الريشفون، حلوه الريشفون على طريقه خواتات. ديري ان شاء الله فيها ربعة تاع الزبدة، ربعة البيض، خليني نبدا بالبيض. احنا نعرف حلوة ريشفون عند خواتات ضربتها جات عند خواتات وتلفت، ربعة البيضات، ربعة تاع الزبدة، ربعة تاع الزبدة، ها هي فينا هي، وكاس تاع العنبة تعبروا به خوتي، تعبروا به كلشي، كاس تاع العنبة، كاس ونص ديال الزيت، ديال الزيت، جوج كيسان ديال السنيدة، جوج كيسان تاع السنيدة، جوج خمارات ديال 7 غرام، جوج ديال 7 غرام. راه كاينين خوتي خواتاتي بحالي الا ما شافوا بالوحده بالجوج ما يفهموا بحالي. ولا انا قولوا لي جوج خمارات، وحده فانيليا، وحده الفاني مبشور تاع شنو هذا المبشور تاع؟ مبشور تاع الليمون، نحكوا الليمون. شوف يا هما راه ما بغيتش يسمعوا المبشور، المبشور كانت تقول لامك المبشور، حنا كنعرفوا المبشور هو اللي هو اللي مبشور في وجهه، هو اللي في مبشور، نقول احنا مبشور ديما تقعد في شي فيديو تنوض ليا بنزه. شوفي دوي مع خوتك خواتاتك بالدارجه فهموني هكا سكتي، شحال شديده شديده خوتي، حكيتها تعطات ريحتها هي هي ريحتها تنجلس. انا اش قلنا الدقيق طيب بقى على حسب الخليط، تكون جاي الكيلو، جاي الكيلو على حسب الدقيق، كيلو قولوا كيلو تاع الدقيق. والتزيين عندكم مزهر، المزهر كوفيتير ديال عائشه لقيتو اليوم عندنا مغاربه. ايه الكوك، الكوكو شو يقولوا لي؟ الكوك، الكوكو، الكوك ده ولد الزين، ده ولد الزين، غنزينو ان شاء الله. نبداو، طيب بسم الله، نبداو على تبارك الله. نجيب زبدتي الحلاوه هي نسان يوم غتدير موينتك يدار راس فقري موينتك موينتك بحالك تسلتي عليه المبشور. انت هي مبشوره، المبشور مبشوره انت هي في وجهك هكاك، ما نكثرش عليهم. هاك اخوتي ربعة الزبده، اما غتخلي ذاك الكاغط غادي كبي السنيده، ديري ديري البيض تاعهم كبي السنيده. بسم الله حنا غنحطو كل لا الزبده هي والسنيده هي اللي ولات حكوا. هذا شد كبينا يدك بالله يدك تقرقر ما كيصابح فيك مرعاد. اي لا مرعاد ها الاول. اييه احضوني اياه شفتك اليوم ما داير الساتن وراني كبي راني كبارك. بسم الله انا ما عنديش مع السكر. سكتي قال لك ما عندكش مع السكر، ديري لي راه سميتها الحلوه. ما سميتهاش بالسوسه. لا انا من عليا انا خذي ندير فيها عاد السكاس. لا عرفتي ديري انت ما ديريش فيها السكر، انا ديري لي بس. ها انتم اخوتي غادي تخدم هاد الزبده والسنيده اش تبارك الله تعرف ولي حنا اليوم غنقدموا هو نشارك معكم بطريقه خواتات وبالنوكات وبالضحايك كما يقولوا حيكون الحين. الله يهيئ وعجني عجني عكي عكي مسقوطه. لا كان لك تجيب لك الضبل انا نجيب لك شي سبيت ونوضي وكان عندك وجدي كلشي وجدي قوي قوي
طويلة. شوف راني بروفيتورة اليوم، راني عندها في دارها عملية ديال شي عدي، راه انا بروفيتي فيا عملية ديال شي تقعد تخليني على نمشي ونمشي. ولي انا نمشي لعندها انا ندير لها الشي. ولكن كتعاملو مهمتك. لا عطي قلبك الخطرة نزيد تغسلي مالي هو في العيد هاو ديك الفيتامينات تاعت امك ماني ما فهوتش امك كيما هاو قلتي موعناتك مشاي قفاتك كون عامل عغبر ولا عندك فيترينا واحد شوية تاعت الماعن حنا واعرين اخوتي في دارنا خيمتنا من اللي العيد فقدنا لها هذيك الماعن خيمتنا نهار كامل اخوتي وطيبوا في اموال عيد لي جا الخانة نهودوهم ونغسلوهم وما عمرنا كلينا فيها وما عمرنا كلينا فيهم لحد الان هيدي هاد الجبانية راه ياكلوا فيها الضيار التلس هيدي هاد القبصير راه ياكلوا فيه الضيار هيدي هاد سميتو غا ياكلوا فيه الضيار عمر دوك الضيف ما كلوه وعمرنا حنا ما كلينا باقي الدرك والله ما قرب عليا الله يسلات راهم سته كنا كنديروهم بواحد الجبانية كبير عمرهم في حياتهم ما تحطت فيهم شي حاجة عمرهم ما تحط نغسلوهم ونرجعوهم دابا نمشي نوريهم لي لا ايوا امي تبكتي على قد غسليهم دابا انا درت واحد السيستيم في دار كنشري حوايج اللي كناول بهم انا على قدي ونشري شي حوايجات على قد الضياف في الضيفين زهقتك في الضيفين زهقتي ولا جاو عندنا شي ضياف ان شاء الله حبابنا ولا حتى هما ولا جاو عندنا حبابنا داكشي مقاد على قد الحال ولي ناولو باش يبقى غير سيد ما يغمن امي انت وش بديت باصه تاع الطاوس وبقني على حياتي تتقدي على هذوك البلاصه اللي تدوي عليهم داك الوقت تغسلهم بالعام العام الحسين ديال الطوصل كان كيدير 7000 ريال وقال الطوصيل امي راه شاري طوصيل تما دير 10000 ريال لاش تقرب البيض لاش بلا البيض ربعات البيضات نديرهم غير تخلينا نقرب الحلوه ديال هذاك ربعات البيضات اخوتي راني عارفاك مالش العجين ديالي مع طيحين وسنانهم الله يا خويا درت معاكم ديك النهار ديك الشباكيه جات غزاله اشياء فين هي على تكليتي يا وسيتي لا ديالي انا كلتها وديالك لي قولي والله ما تخليها تكيبو قليل باقا كتقلب على الشباكية انا نصيحك تخز ليا ليا نهار العيد ملي نجي درت نص كيلو لا درت كيلو درت كيلو نص كيلو درت انا نص كيلو ما عرفتش هذاك منوتل دابا راه دار سنه وغيبقى عندي انا عطاتو ليا كلته كامل زيدي ثاني ما عطاش نسينا اش نسينا هضر بال تحرك كتولي بحال لاكريم شنو هو كتقعد كريمه امك كلتي الكريم مالي انا اليوم نعقل ما يجدرش درها سات عليا المبشور المبشور هو هذا اما كاين مبشور ولا مبشور قولي ليهم حامضه وحكيته حامضه محكوكه هكا مبشور ما بغاتنيش نتقدم ليها والو خوتنا وخواتاتنا باغيين على طبيعتنا ودارجتنا علاش عم تقدموا عملي دابا كاين مع خوتنا وخواتك ملي تاكل على وياك عملي ملي تاكل على وياك تقول لي قال مبشور يلا يبرد وجهك بسم الله كاس تتسمعي هكا وي سكتي باش ديري لا كريم كلشي غتبقى لي هنايا قاعده دوري ديري نص كاس نص ما غاتسكتش من نص نص ما تكثري صافي انا نص نص راه دير لينا كي عام الاول هاك بسم الله الله يلا دير لينا كي عام صافي كاس ونص قلتي كاس ونص درنا كاس ونص وريناكم حلوة عم نبل عريش بون ودارت البوز ما بقاتش عريش بون ولا داك البون جا اللي ما لاصقه اللي تقعدي عليه هضره احنا نكبروه هي تقصدت الزيت عرفتي علاش؟ الزبده ما كانت زينه الزبده ودرنا فيها ست البيضات عم كيش تجي عريش بون فيها ست البيض والله البيض طلع بالشرع معانا عادي يخرج عامل جناب اليوم انا نفرش دي له نصيح لك سيري على المبشور الله تخرج منك هذاك المبشور الله يلا ضربها كلها الله يلا ضربها كلها نمشي نجيب كاس ناشف باش نديرو فيه الدقيق ولا عندي الدقيق بلاش عنكبو ولا الدقيق عنكبو عنكبو تنقصها نردوها في الحرس لا مي اشوف خوتي لليات اللي كيعرفوا هادشي لا بانت لكم شي خاله عندنا قولوا حنا شوفوا القرابين من عندكم كلشي هذاك الشيء راه الوالده الله يذكرها بخير مسكينه علمتنا على الخبز وداك الشيء الغليظ الرفيسه والكسكسو ولكن تاع الحلاوي راه حنا نديرو هما انا ما نديرو نديرو الحلاوي دروك هي بالسلامه ما غاديش تسالي هاد العريك ديال غادي توحي لي انت عاد الزبده سكتي راه يدي جاب هكا العفريت هكا 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 حكوا على كفك تي بغيت تعلم زرايوي عطي الكفك امي انت عطي الكفك يا ورا ما جايبش لي قد السراتل اي دعوجه دعوجه يا خويا
خوتي درنا واحد الحلوى ديال شو يقولوا المهيبينه المهبول الهبله البهله البهله ويلي ويلي راه قلت لكم البهله فيها واحد السنيده بحال الحجر حق ربي ما بغدوا بخوتي وطيبناها وناكلوه كخشخش في السنيده هاد النوع تاع السنيده زين هذا هذا اخوتي رحنا مشينا بالحلوى ديالنا تبارك الله مشينا جات زوينه رحنا درنا واحد لاطا كطيب وريهم لاطا الخايب ها انتم اخوتي هذا اللاطا الطيب ها انتما شحنا عندها فرن صغير كنديروا على لاطا صغار ها هي فينا هي وها لاطا اخرى فينا هي ولاطا راسيره طيب ولاطا ها هي فينا هي جات زوينه تبارك الله يعني سير حكا خمرات هي فيه في البراء خمرات جا زوينه كليتيها لا وراح حرز عليك الليدي اللي عجنوها بارك من الكتوب دروك قالت لك ليدي وجاتك زينه وراح جاتك زينه هكا بالطويره راه شويه عندك سياب القفتان جاي يدير بيض نوري لا لا جات زوينه راها كطيب راه خوتي داك العام عجناها وخصتها لينا الزبده صراحه كبير وهذا العام الزبده اللي درنا ليها سبيسيال 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 جات غزاله ما داك العام وحنا نكبروه هذا حق سيدي ربي نصفوه بالزيت ويلي والزبده راه ستات البيضات ستات البيضات وشي كيلو تاع الزبده لا لا ما عرفتش واش هذاك خمس كيلو شنو نص كيلو هذاك ردوش علينا تعلمنا هاد العام وين الزبده؟ الزبده البيضات يطيبوا بها اللحم عرفتي علاش؟ هادي كان ساد هادي كان ساد بالحب وانا هذاك النهار قلت غندير هندير بالحب ما نقعدش بلاش وكناه ودرناها وكناها قلت لكم اش كاين كسوها غير ب جاو لينا هذيك راجلها وذاك يونس كل واحد اللي ضربتو ما عدتو ولا شي حاجه ما يهضر معايا ما يكلمني مشي للطبيب انا ما قلت لكم بزز عليكم كولو الساعه هذه جات زينه تبارك الله جات زينه جات زينه احنا تبارك الله علينا رحنا زادينا قريب زادينا قريب شوف العقد انا كي صافحه عندي والله يحفظكم اخوتي ما تنساوناش من بارطاج ومن لايك ومن لايك وبارطاج زدتوا اخواتك القدام اييه راني عم زعل الله ينور ريحكم عواشركم بروقه عواشركم بروقه حنا شاركنا معاكم لكي تنشاركوه معاكم زين هو هذاك خايب هو هذا ما تنديروا ديك بحال شي وحدين بدا يقولوا لي قال مبشور شديت عليا شديت عليا دابا نقول لي الله من اللي نقول هزين نقول هزين مبشور ديري فيك ودابا خوتي غادي ندوزو بالحلوى الثانيه اللي ان شاء الله غادي تكون ديال اصحاب اسفي كتجي زوينه وجربوها ان شاء الله واكيد اكيد غتعجبكم وبنينه وزوينه هو الكعك ديال اسفي كعك كعك ديال اسفي على اصالته وعصارته بسم الله غادي نبداو ما فيش مبشور فيه لا ما فيش مبشور فيها خوتي ها انتوما وريهم قدامهم سيري قدامهم وريهم غادي ديروا فيه شويه ديال الجنجلان شويه ديال حبه حلاوه وشويه ديال النافع في الكيلو ولا في نص كيلو ها شويه شويه ديروا في دابا حنا غنديروا نص كيلو نص كيلو نص كيلو غادي ديروا جوج كيسان تاع الزيت جوج كيسان تاع الماء جوج كيسان تاع السنينه حنا معاك اوكي وها حنا معاك جوج خمارات هذه هي اختي تعرفي وحده وحده فانيه ها حنا معاكم اخوت يلا بسم الله دابا غادي نبداو السنيده نبداو بالسنيده هي الاولى باش ما تزقسينا في الكاس اختي كانت تديرو حنا تما نديرو حنايا تما عندنا تيديرو حتى في العربيه تبارك الله تيديرو ها كاس الاول عام بصحك عا كاس ونص ما تحليش ليا لا ما بغيتيش عطيها لي ها كاس الثاني انا ضارب ضاربك على الصف من الله تصبر ندير جوج كيس راه فيها جوج كيلو كيهز جوج 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 بسم الله هذه هذه ما تناقشونيش فيها هذه كنعرف فيها ما تعمرش كاس بزاف الزيت جوج كيس تاع الزيت حنا كنديروا الغبار ما تخليش ما تبقاش تقول للناس شي حاجه ما كايناش الغبار هو الغبار جوج كيس جوج كيس تاع الزيت عندك قياسه خاصو يكون ها كيسان تاع الزيت غيهز الدقيق ديالو وجوج كيسان ديال الماء يكون دافي هذا هي تعرف لي هي يعني بلا ما تقراه بلا ما تسوي اللي كتبوا لي في الكومونتير قولوا لي واش القوام هو هذاك ولا لا جوج كيسان تاع الماء جوج كيسان تاع الماء الماء ديال الماء تاع الروميني
الما ديال عاد الغر ولا الما ديال لا محي ديك هذيك محيها ورا دابت دابت فين بقات وهانتم هبدا وما غادي ديرهم معاها شويه ديال حكي بنتك شويه يا وديري كيما يديروا الاسفي ديال الواد اييه هانتم هاكا هذه حبه حلاوه ديروا عشويه هالنسمة هالنسمة حبه حلاوه بالعكس كان كثير عفز زوينه عزيز عليا هذه النافع صافي حر لي مزيان تي هذا راه ما كيضحكش هذا السمسم السمسم ولا الجنجلان الجنجلان كيجي زوين كلشي كيجي زوين فيها حنا غادي نديروها يا مسر نحركوها فيها ماشي نحركو الماء نديرو واحد ارزاق اللي هي فانيا وحده كتجي زوينه شتي فاش كاع كتعاسبي كتحرك تلقى جوده اه هذا نعرف ليه هذا ديالي هذا ما قعدتش تمتم ليكم نديرها ها عرفت وكيف يا خوتي انا ما عنديش غادي نديروها على قد الحال ديالي شتي بغيتي الطريقه ديالي وصافي حيت ما عندهاش القوام ديالو كامل كيبغي العجان هذيك الطحانه اللي دير هكا تيبغي العجانه ولا شي يخرج من البوق ولا كيبغي يتنقش هكا حنا ما عندناش هذا ما عندناش هذاك المهم القوام ديالو راه هو هذاك غادي ندلكو غير بيدينا بيدينا وغادي نحاولوا نصوبوا على الطريقه ديالنا وصافي اما هو راه هو تيبغي العجانه متفنن ديك الطحانه هكا تاع اليد ولا متفنن ولا يا سلام يا سلام واحد القبيصه تاع الملحه هذا درتي بيه الملحه وهذيك ملي قلت لك راه قاصه الملحه تشاديتي معايا واحد القبيصه تاع الملحه شنو هي القبيصه هو راه كلشي كيعرف قبيصة عاد هي ما بغيتيش تعرفي ماشي قبصة قولي لهم واحد شوية ماي إوا الدقيق كيلو تاع الدقيق ولكن ما ديروش دير كيلو تاع الدقيق الدقيق على حسب سيروا بحال هكا في الكيلو حيت كاين اللي كيشرب وكاين اللي كاين الكيلو اللي يشرب وكاين اللي يهز كيلو وشي وقية لا ديما ما ديرش الكيلو في مرة لا دي كتعبري وانت هذاك حتى تقربي كيلو لا انا خدا لك قرب كيلو هي هذيك خدا لك كيلو ولا هذاك من كيلو لا رجعتيه تحت هذيك الحلوه ولا خليتيه فوق بسم الله يلاه بديت رجعتيه تحت رجعته بسم الله بسم الله هاي شكون ديالنا راه سير كطيب اييه هاد الدري راه مغربل وكل شيء اش نقول لكم وحلوى واش من حلوى هي ياكلوا العبد ديالي ما كتشتيو تحديهم بارك بارك حبسي حبسي الله هي هذيك احنا معاك دابا غادي ندير صبري الكعك هذا صبري حطي هذا الكعك تاع اسفي صبري ديري هكا سير ما ديريش بعدا خلينا ندير فوق منه الخمارات ديري الخمارات دابا انا ما غنديرش فوق الدري نخليهم حتى انا على هو الكعك تبغى خميره لا اش يبغي كيبغي الكف يعطيك الوجه صبري صبري جوج لوحده جوج بي بي بي, بي. قياس 7 غرام وهانتم اخوتي ملي خلطتو داك الشيء ملي ما بغاش يعني خاصو هذيك قلت لكم خاصو هذيك الطحانه درتو في العجانه تاعت العجانه ديال الكهربائيه ديال الضو وخليتو تعجن مزيان مزيان حتى حيتاش هو تيبغي العجن تيبغي العجن تيبغي هذيك هذيك العجانه بحال هكا اللي ديال التقليديه ولكن اللي عنده تلك الضو راه تصحو يعني انا جيبي ديك اللاطه ديالنا بسم الله تيرش دقيقه لا تيرش دقيقه باش ما كيديرش دقيق ما عرفتش واش كاين دابا اخوتي كنا نديرو في هذيك الطحانه بحال هكا وكيخرج بحال هكا هذا باش كنصاوبو دابا جيبي هذاك هاد العجينه ما خاصكمش تخلوها تخمر تخلوهاش تخمر ديروا عليها بلاستيك جيبي البلاستيك هذا ديما بحال كتغطوه تيبغيهاش هو تيبغي يتغطى هكا تغطوه باش ما يخمرش ليكم ودابا غادي نبدا باش غادي نكون هاد ودابا انا غادي نكابل الحلوى وجه مزال عم كامل الحلوى وغادي ان شاء الله غنشارك معكم كيفاش غادي ندير ليه انا موصل
الحلوى ديالنا ديال الخوالات وبينك هاد الخواتات تبارك الله وجدنا خير سيدي ربي داكشي اللي عرفوا لي الخواتات وجا زوين وبنين وجا غزال وحنا يا خوتي يعني هادشي حنا كنصايبوا فيها على الصباح البارح دقت منها جا زوينه ودابا الصباح ودابا الصباح باش درناها في الكوك وداكشي ما ساليناش وبعدنا الفطور مشينا درنا الفطور وعينا قلت لها خليها الصباح نكملوا الحلوه في معال نكملوا تزيين نكملوا تزيين وانتم دار الكعك درناها يعني مقطع هكا هذا نقولي رانا المقروط نقولوا ليه المقروط هذه الريشبوند اللي مخفى على حتى واحد جا زوينه وبنينه وهذا الكعك تاع اسفي هو الكعك تاع اسفي درناه بطريقتنا القديمه لحقاش هو خاصك ليه منقاش باش صوبط الكعك دابا راه كيف ولا عبر النظره ديالو يا سلام تتحط نحن في اسفي الا ما كانش في الحضور وفي العراسات وفي ما كاين والو هو اللي تتحط الاول عاد دير حلاوه الاخر ضروري يكون الكعك ضروري حنا درناه بديك الطريقه القديمه لان اصلا دابا ما عندناش داك البرودكت عادي دابا داكشي ديال دابا ما عندناش داك المنقاش وما عندناش داك البوق المهم درناه والقوام ديالو راه زين ها القوام ديالو هو هو على سميتو درناه على ثلاثه انواع انا نوريكم ها انتم النوع الاول هذا كنديرو اكثريه عيشور في عيشور نخلطوه مع الفاكهه تنخلطوه مع الفاكهه انتما مضيور شتو مضيور ودرنا هذا النوع المقروط ها كندوروه كنحبلوه نحربلوها ونقطعوها كتجي حتى هي زوينه وراه زوينه اخوتي لوليداتكم والبسكوي زوين البسكوي وتتحطي حتى الحضور وتتحطي الناس لا وهذا النوع العادي هذا النوع العادي اولا القديم هكا والناس تاع اسفيره غادي يجاوبوا عليا ايوا درنا حاجه الريشبون اللي عارفها الجميع ودابا راحنا التزيين ديالها نتوما عارفينه ولكن كاين الناس اللي ما عارفينش حنا نفسروا لخوتنا وخواتاتنا ريشبون اللي عليا باش نديروا ليها الكوك زين تزين تديري المزهر ياك نديروا الكوفيتير يكون زوين ديال الليم ديال المشماش ديال المشماش ودير عليه واحد شويه ديال المزهر هايه وكتخليه حتى يسخن تسخنيه وهو فاش كتغطسي فيه هذيك ديري معاه ها انت دابا دور غاري دور غاتصاها واحده جديده وغطيها ديري هذوك ديرهم تما هزي هذو الحيدي ما كنتش نحط ليك ها انتوما طلعوا دور هزوا بحال باريش ورا انتوما عارفين ولكن كاين شي ناس تتابعوني يمكن ما يكونوش عارفين حنا نفسرو هذا الكوب فديري ليها هكا نغطسها هنا تنخليها شويه تشرب تخليها شويه تشرب وندوروها في الكوب صافي اختي تدور انا تنحط لها بحال هكا وهي تدور في الكوك ونتمنى من الله وشاركنا معاكم حنا نشاركوا معاكم اجواء ديالنا الاحتفال ديالنا ان شاء الله بالعواشر وبالعيد والحلوات اللي درنا ضروري حنا نشاركوا معاكم داكشي اللي كطب الله حنا ما كنوريوكم زعما الحلاوه داكشي انا اللي تبارك الله راه كلهم تعرفوا الحلاوه حنا شاركنا معاكم عيدنا وعواشرنا ومبروك عواشركم وشاركنا معاكم تقليدنا اللي دبوزنا وشاركنا معاكم حنا وشاركنا معاكم كل شيء اما تبارك الله الحلاوية طرا كلشي تيدير الحلوى ضروري الخواتات تا هما يديروا حقهم يديروا الباروك تا هما ضروري يديروا الباروك وهانت ما غنقرا راه اختي انا باقا ما ذقتهاش يعني خليت اختي هنا كلشي بان مشيت درت الفطور وعيت صافي وتكيت كنا بغينا نرجعوا في الليل باش نصاوبوا ساعينا ما قدرناش عينا ايوا الصور تاع الفيلم ومع داك سميتو صوبنا جوج حلاوي ومع الفطور ومع داكشي ما قدرناش باش نكملوها في العشيه وصافي دابا هذا اختي قالت لي راني دقتها قالت لي غزاله جات زوينه وجات رطبه قالت لي دقتها لا هي ولا الكعك قالت لي جات زوينه وجات رطبه قلت علاش ما تجي زينه وهي فيها القوام كامل ويلي راكم حقرتوني وتسحبوني ما نعرفش ندير الحلوه الله يعينا اجي هاجي حنا نديرو رزقنا وحنا نديرو تقليدنا وتبارك الله انت ما فيها خير والله يا بابا ما كاينش الوقت وشويه الوقت زعما قلت لها ندير انا وياك فقاش فقاش تيعجبني فقاس كيجي زوين فقاس كيجي غزال خوتي هانتوما في الكومونتير ان شاء الله شاركوا معنا الفقاس اللي كديروا شي وحده تكون ان شاء الله انتم تبارك الله كلكم كتعرفوا لي شاركوا معنا في التعاليق شي فقاسات يكونوا زوينين اللي كدير فقاس اللي كديروا باش نقلوا من عندكم ونديروا ان شاء الله تحرير فقاس الفقاس على اصلو ماشي داك الفقاس اللي مدير بالزبيب ماشي الفقاس البريستيج ديروها الفقاس البلدي البلدي وهانتوما خوتي ها هي الحلوه ديالنا الزينه الموازنه
هانتوما تبارك الله تبارك الله جات غزاله تبارك الله هانتوما. هادو الفقايق دوك سميتهم المكرون ديالنا ديال الكحك ديال الاسفي وهذا زوين هذا كيجي زوين كنديروا ليه هكا وهذا الكحك البلدي كنديروا نوريكم ها انت باقي خير الله ها باقي ها هذا كله درناه مقرون حطينا طبيسين 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 من الحال ايوا خوتي عواشركم مبروكة عيدكم مبارك سعيد مسبقا الخوات تشاركوا معكم التقليد ديالهم والعواشر ديالهم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وكتبوا لنا كومونتير على الحلويات اللي درنا واش خواتها تاع حلوه على الحلوه اذا الحلوه واش خواتها داروا شي حاجه ولا لا ايوا ها انتم الحنان اللي درنا تبارك الله ها انتم التقليد حنا ما مشينا حتى حاجه الحمد لله غزاله وان شاء الله يعجبكم تعجبكم الاجواء ديالنا تاع الحلوه ونتمنى من الله ان شاء الله كومونتير ولايك وابونيات وبارطاج مع حبابكم مع عالمكم شكرا لكم ومبروك عواشركم ان شاء الله تعيدوا وتعاودوا ولي مريض الله يشافيه ولي صحيح الله يعطيه صحيحته ولي هي مسكينه باغا الدريه الصالحه الله يرزقها بالدريه الصالحه وبالسلامه عليكم. السلام عليكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد السلام عليكم خوتي.